فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال العلماء الولاية درجتان، ولي أولياء الله على درجتين، بينت الدرجتان في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأولياء على درجتين، درجة فعل الفرائض الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات، هذا من أولياء الله، وهي درجة في الولاية. أعلى منها درجة ماذا؟ من يفعل الفرائض ويترك المحرمات وينافس في فعل الرغائب والمستحبات، وهذا معنى قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه.